نبدأ معك جاد من الصين، ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بعدد الإصابات، وهل تنوي السلطات اتخاذ إجراءات لمنع التفشي أو منع يعني موجة جديدة من الوباء؟ نعم، 21 إصابة التي تحدثتم عنها، منها 4 إصابات وافدة و17 إصابة كلها في بيجي. تقسيم الإصابات أو خريطة توزيع الإصابات في بيجين هي بحسب المناطق الإدارية. هناك 5 مناطق إدارية من أصل 13 مناطق صنفت على أنها ذات خطر عالي، وهناك 5 أخرى صنفت على أساس خطر متوسط، والباقي يعني هو الجزء الأصغر هو المصنف غير خطير. الأبرز في مستجدات الوضع أن الخريطة الجينية كما تحدثنا عنها سابقا هي تؤشر أنها مصدرها أوروبا، ولكن هي النسخة القديمة من الخريطة الجينية في أوروبا، أي هذا الفيروس لا يتشابه مع الموجود حاليا في أوروبا، إنما مع وضعيته البدائية. هناك يعني هذا الواقع له إيجابيات وله سلبيات. الإيجابيات أن الأطباء الذين سبق وزاروا صربيا وزاروا إيطاليا لهم خبرة في التعامل على أساس خلفية الخريطة الجينية، ولكن السيء في هذا الموضوع أنه أكثر ضراوة في سرعة الانتشار. ومن النقاط التي توسع الحديث عنها اليوم هو أنها قادرة على الانتشار عبر مياه الصرف الصحي والصرف الصحي، وبالتالي هذا يعني هذا موضع خطر للعديد من الناس. وسجل إصابة شخصين يوم أمس، هما لم يخالطان أبدا أي شخص مصاب، ولم يقوما بشراء أي من المواد التي صنفت أنها مصدر خطر، ولكن كل ما فعلوه أنهم دخلوا إلى حمام عام وهو كان مصدر العدوى. وهذه نعم الإصابات توثق بحسب الخرائط الجينية للفيروس، ويبدو أن الصين أصبحت متقدمة جدا في هذا المجال، حيث يتم تحديد كل إصابة بحسب الخريطة الجينية. شكرا لك.